استعرضت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية أبرز الصعوبات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص في ظل الأوضاع الصعبة للبلد. استشعارا للمسؤولية الوطنية التي تحملها رأس المال الوطني في الظرف الذي تمر به اليمن، عقدت الجمعية العمومية للغرف التجارية والصناعية اجتماعا عاجلا للوقوف على المستجدات المالية والإجراءات التعسفية حد قولهم التي تتخذ ضد أنشطة القطاع الخاص في سابقة خطيرة لها ليس لها مثيل في تاريخ المصلحة، ورفضها أيضا لقرارات وتوصيات مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية. ورغم أن القطاع الخاص كما يعرف الجميع يؤدي أعماله وواجباته الوطنية بكل حيادية ودون أي ارتباط بأي اتجاه أو طرف كان، ولا يهتم إلا بتلبية الاحتياجات المعيشية لأبناء شعبنا اليمني من مواد غذائية ودوائية وسلع استهلاكية في ظل ظروف مليئة بالتعقيد والصعوبات والعقبات والمخاطر سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي. ورغم ذلك كله يفاجأ القطاع الخاص كل يوم باستحداث قرارات وإجراءات ساطرة من مصلحة الجمارك تستهدف أنشطته في التوريدات السلعية أقل ما توصف بها إنها إجراءات وقرارات وتعميمات ظالمة. التبعات التي يتحملها المواطن جراء تلك المواقف الجديدة المغايرة للواقع المعاش في اليمن بحصار وعدوان كانت بعض ما أفرد هذا الاجتماع مساحة للحديث عنه، فالإجراءات لا تخدم المواطن من قريب أو بعيد. المجتمع الاستهلاكي اليمني في ظل الظروف الموجودة لا دخل فوق تحت المحدود، ما عاد بيش دخل محدود، وكل الأشياء هذه تنعكس على المواطن، إضافة إلى أنه في النقاط الجمركية نعث المواد الغذائية بالكامل، في مواد غذائية ما تستحيل يعني لا تحمل إنك تفتح الناقلة أو الكونتيرة أو دمها ذوب تنتهي تعرضها للشمس أيضا البقاء أكثر من مرة. هذا ما يجوز، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. معاك المواد الصناعية المواد الخام لا يصلح إنها تبقى في مه في المناطق أو تفتحها أو تنزلها أو تبثها أو تفتشها تفتش هذا عيب كبير على الناس. القطاع الخاص أبدى ترحيبه بالخوض في مضمار مفاوضات مع الدولة لحل الإشكالات العالقة وعلى رأسها التبعات المالية لدعم اليمن بعيدا عن الابتزاز والجباية الإجبارية، وهو ما أكده البيان والمسؤول القانوني للغرفة. مصلحة الجمارك ليست مخولة بعقد اتفاقات مع القطاع الخاص. القطاع الخاص إذا أرادت الحكومة أن تطلب من القطاع الخاص دعم خارج الرسوم الجمركية فالقطاع الخاص مستعد للتفاوض، أما أنها تصنف على أنها رسوم جمركية فالقطاع الخاص يرفض ذلك جملة وتفصيلا. يؤكد المجتمعون أن مواجهة العدوان وسلطة المواطنين يحتاج إلى وقف التجاوزات الحكومية تجاه القطاع الخاص الذي أصبح العائل الوحيد للشعب اليمني بعد تنصل القطاع العام عن إعالة منتسبيه وصرف مرتباتهم، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص هو من يقوم بتوفير مستلزمات الحياة للمواطن اليمني الذي تقطعت به السبل وأنهكته الأيام بأزماتها المتلاحقة. تبقى الأمور العالقة بحاجة لحل عاجل يسير بالمركبة إلى بر الأمان في ظل وضع عصيب وعدوان غاشم أفلت الحبل على الغارب لمرتزقة بجباية أموال شعب ليس لهم في الحرب لا ناقة ولا جمل. محمد جميل، اليمن اليوم.